ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الاسد ليوم الاحد 26 يونيو حزيران 2022. بالنسبه ليك يا اسد، النهارده توقعات العشريه الاولى مواليد 23 يوليو ل 2 اغسطس. النهارده هتظهر معدنك بشكل كبير نظرا للجاذبيه اللي بتبقى دايما بتتمتع بيها يا اسد. هتبقى مجهز للشغل بطريقك حلوه، خاصه من خلال فريق النهارده. ايه اللي انت مستنيه وانت مش عارف لحد امتى هيستمر الوضع ده؟ حتى من ناحيتك الصحيه هيبقى في شعور كبير جدا برضا كبير وراحه كبيره ليك. كل ده هيأثر عليك وهيأثر على التناغم اللي هيبقى بينك وبين جسمك وعقلك بشكل ايجابي كبير جدا على كل الاشخاص اللي حواليك، وبالتالي في مشروعات كتيرة تعتبر مشتركة مع كل اصدقائك، ودي طبعا الوصفة لطبيبك. توقعات العشرية التانية مواليد 3 اغسطس ل 13 اغسطس. انت مفعم بحيوية ونشاط كبير جدا حتى لو بدني وذهني. هتستخدم كل امكانياتك علشان تعرف تاخد القرار السليم تنفذ من خلاله كل مخططاتك وتتقدم اكتر للامام في الفترة دي في كل مشروعاتك النهاردة يا اسد. مش هيفيدك انك تبقى مكتفي بامجادك اللي فاتت، بس هيكون عندك قدرة كبيرة علشان تتعامل بدقة وحكمة مع كل انواع المواقف اللي ممكن تبقى بتواجهها وبتتعرض ليها النهاردة. هتتأكد من انك بتستغلها قدر الامكان اليوم ده. بالنسبة ليك يا اسد، توقعات العشرية التالتة مواليد 14 اغسطس ل 22 اغسطس. لو كنت بتشتغل في نجاحك النهاردة هتحقق حاجة تعتبر ليها قيمة كبيرة. الوقت النهاردة مناسب لو حبيت انك تتحالف مع اشخاص كتير جدا حواليك، حتى لو كانوا اقربائك اصدقائك زملائك في الشغل. ما تخليش الفرصة دي تفوتك، لازم تنتفع منها انتفاع كلي، لان الفرصة دي فيها مجهود مبذول. من المحتمل انها تنقلب عليك الامور لو كنت انت لسه ما حسمتهاش. ممكن ما تلاقيش الظروف دي مرة تانية.